ببالغ السعادة وعظيم الشرف نبدأ وقائع هذه الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، سعادة السفير لوي دوما سفير كندا بالقاهرة، أستاذ الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر، شركاء النجاح بالشركة المتحدة للتسويق الرياضي، السادة أعضاء مجلس الإدارة، الزملاء الأعزاء، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بحضراتكم جميعا في يوم آخر من أيام النادي الأهلي الماضي بمنهجية إدارية متفردة يحقق الإنجاز تلو الآخر، ساعيا إلى تحقيق نقلة نوعية في مفهوم الإدارة والتسويق الرياضي المبني على أسس علمية، إذ نشهد اليوم تعاونا علميا رياضيا تسويقيا يسهم في صقل القدرات وإعداد الكوادر وبناء المستقبل. هذا التعاون يتمثل في توقيع اتفاقية بين النادي الأهلي والجامعات الكندية في مصر التي تتخذ من العاصمة الإدارية الجديدة مقرا لها، فيه تستضيف فرعين لجامعتين من الجامعات الكبرى والمتميزة، هما جزيرة الأمير إدوارد وتورنتو متروبوليتان، لتصبح الجامعات الكندية بموجب هذه الاتفاقية راع مساند وشريك تعليمي حصري لمدة عامين. وغني عن البيان أن فلسفة النادي الأهلي كانت وستبقى هي السعي الحثيث نحو الأخذ بأسباب العلم وتقديم الدعم لأبنائه، فتلاقت هذه الرؤية مع رغبة محمودة للجامعات الكندية في مصر، فكان التعاون البناء الذي يتضمن تقديم جملة من المزايا التعليمية حصريا لأعضاء النادي من خلال منح دراسية كاملة بالإضافة إلى خصم خاص لأعضاء النادي على البرامج والتخصصات المختلفة بالكليات وكذا برامج الدراسات العليا وغيرها من المزايا. ولعل الناظر بتجرد مهما كانت انتماءاته لمسيرة مجلس إدارة النادي الأهلي منذ تولي الكابتن محمود الخطيب مسؤولية قيادته، لا يملك إلا تقديرا لكل جهد مخلص يبذل وعمل مضن يتوج بنجاح لمنظومة فريدة وشديدة الرقي والانضباط. عن كل هذا وغيره يحدثنا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنرحب بسيادة السفير لويس دوماس السفير الكندي في جمهورية مصر العربية، بنرحب بالدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس أمناء الجامعة
الجامعات الكندية في مصر. بنرحب بكل الأخوة الحضور وبالسادة الإعلاميين. الحقيقة قبل ما أتكلم على تفاصيل مؤتمر النهاردة، وبمناسبة كمان أنه يعني انتهاء الموسم الرياضي اللي فات، نقطة مهمة جدا عايز أتكلم فيها وأهنئ كل جماهير وأعضاء النادي الأهلي على هذا الموسم الناجح. الحقيقة ناجح بكل المقاييس وعلى كل المستويات. حققنا الحمد لله رب العالمين تقريبا كل ما يتمناه جماهير ومحبي النادي الأهلي. طبعا دي نعمة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى، بنحمد ربنا عليها، وإن شاء الله نعمة ويحفظها دايما، نعمة تكون لينا ويحفظها دايما من الزوال بإذن الله. وبس كمان مش على مستوى الرياضي، وتحقيق بطولات محلية وقارية، لكن كمان على كل المستويات اللي برعاها النادي، وكمان المستويات الإنشائية. أعتقد برضو الموسم دوت شاف منشأ كبير جدا جدا، منشأ يتشرف به كل أهلاوي وأعتقد كل إنسان مصري، اللي هو فرع جديد للنادي الأهلي، فرع التجمع. الموسم ده والنتائج اللي اتحققت فيه بيحملنا احنا وبيحمل ولادنا الرياضيين وكل العاملين في النادي الأهلي مسؤولية مضاعفة ومسؤولية كبيرة جدا. كل مدرب، كل لاعب، كل مسؤول في النادي الأهلي، كل إداري، وكل من له دور مسؤولية مضاعفة في اللي جاي. اللي فات ده خلاص، فات ده بقى تاريخ اتكتب في تاريخ النادي الأهلي، لكن اللي جاي هو التحدي الآخر اللي جاي. عشان كده المسؤولية بقى مضاعفة، عشان بإذن واحد أحد نحاول بقدر الإمكان وبجهد وبإخلاص الناس كلها وجماهير الأهلي قبل كل الناس في الحفاظ على ما تحقق في من بطولات. وإحنا طبعا عارفين كمان أن جمهور النادي الأهلي مش بيقبل أي حاجة غير المركز الأول. عشان كده كل واحد فينا داخل منظومة النادي لازم نقفل الصفحة دي، ونبدأ بإذن الله نستعد للموسم الجديد بمنتهى القوة والتركيز، لأننا الحقيقة علينا مسؤوليات كبيرة جدا تجاه من وثقوا فينا. دي مسؤولية كبيرة، المفروض ان احنا نكون على قدر هذه المسؤولية. نرجع بقى لمؤتمرنا النهاردة. الحقيقة موضوع مؤتمر بيعكس يعني نهج جديد، وبيعكس نهج احنا اللي احنا ماشيين فيه او ماشيين بيه او ماشيين عليه. احنا تملي بنقول وبنأكد، وده واقع يا جماعة، انه النادي الاهلي مش مجرد نادي رياضي. النادي الاهلي كيان مؤسسي كبير جدا بيخدم بلده، مش في الرياضة بس، لا بيقدم خدمات تانية في مجالات عديدة، وعندنا رسالة مجتمعية حريصين عليها. من خلال الرسالة دي بنحاول نساعد او نكون جنب الدولة ونساعد الدولة ونخفف العبء على مؤسستها. النهاردة احنا بنوقع عقد شراكة مع الجامعات الكندية في مصر علشان تصبح الشريك التعليمي الحصري للنادي الاهلي لمدة عامين ان شاء الله. شراكة احنا سعداء بيها طبعا. الجامعات الكندية جامعات كبيرة جدا وليها تاريخ مشرف جدا وفي المجال التعليمي، وان شاء الله بالتعاون معنا يعني تساهم في العملية التعليمية بشكل بإذن الله شكل أفضل. احنا عايزين ممارسة الرياضة يكون متلازم مع الناحية التعليمية، لأن الطفل أو الشاب اللي بيمارس رياضة أكيد ده بينعكس عليه في التعليم. في نفس الوقت مش عايزين رياضة من غير تعليم، الاتنين بيكملوا بعض. بالتأكيد هيكون في مزايا من هذه الشراكة للنادي وكمان لأعضاء النادي ومحبيه، وممكن مستقبلا يعني في تفكير كمان ازاي لجماهير النادي، زي المنح التعليمية والخصومات المالية للطلبة
اللي بتدرس وبرامج الدراسات التعليمية ومزايا تانية كتير. لكن حاليا العقد اللي بيتوقع هو أعضاء النادي ولاعيب النادي، أما موضوع الجمهور فهم لسه بيقدموا تصور وفكرة، إن شاء الله لما يقدموها بإذن الله ندرسها ونعلنها للناس إن شاء الله. أنا مش عايز أتكلم كتير عن تفاصيل التعاون اللي بيننا وبين الجامعات الكندية، لأن أكيد طبعا اللي هيتكلم أفضل مني وأوقع مني دكتور مجدي القاضي، هو اللي ممكن يشرح ويوضح لحضراتكم كل حاجة بعد كده إن شاء الله في كلمته بإذن الله. يا جماعة احنا مش عايزين ننسى كمان الدور المميز اللي قامت بيه الشركة المتحدة. الحقيقة الشركة المتحدة هي شريك لينا في كل الرعايات بتاعتنا، اللي يعني هي رتبت هذه الرعاية وهذه الشراكة المثمرة من كافة الجوانب، وأنا بشكر الإخوة في الشركة المتحدة على المجهود اللي بيقوموا به. مرة تانية بنرحب بالسيد السفير لويس دوماس في النادي الأهلي ونشكره على الحضور، لأن حضوره فعلا يعني تكريم وتشريف لمشروعنا النهاردة أو رعايتنا النهاردة أو حق الرعاية اللي احنا بنمضيه، ومشاركته في هذا المؤتمر اللي بيأكد برضو على العلاقات الطيبة جدا جدا بين دولتين كبيرتين مصر وكندا. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا كابتن محمود الخطيب، الشكر جزيل وموصول على هذه الكلمة الضافية وأيضا على كل العمل المخلص الذي يبذل من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي وأعضائه في كل مكان، وهم السواد الأعظم من هذا الشعب المصري العظيم. في إطار اهتمامها بالتعليم والبحث العلمي، حرصت الدولة المصرية على استقطاب الجامعات الكبرى لفتح فروع لها على أرض مصر وإقامة الشراكات مع كبرى الجامعات العالمية، إيمانا منها بدور التعليم في بناء الإنسان وأهمية البحث العلمي في بناء الأوطان. فكانت الجامعات الكندية بمصر في مقدمة الجامعات التي افتتحت فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقدم خدمات تعليمية وبحثية بمعايير عالمية عالية الجودة. الأستاذ الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر يحدثنا عن هذه الرؤية والحرص على مد جسور التعاون مع النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا هي في سعادة خاصة وفي سعادة مرتبطة بي كشخص إن أنا موجود في الصرح العظيم دعوت، والسعادة الحقيقة مرتبطة بوظيفتي كرئيس مجلس الأمناء لجامعات الكندية. كابتن محمود الخطيب، أنا أعتقد تعبير كابتن محمود الخطيب بالنسبة لي أنا، عشان أنا الجيل اللي استمتعت، الناس دي ما استمتعتش بحضرتك زيي يعني. يا فندم معلش حضرتك، انا السن ليها تمن برضك. كابتن محمود الخطيب القامه الكبيره اللي الحقيقه استمتعنا بيه حضرتك، بتشرف ان احنا نكون مع حضرتك النهارده. صديقي العزيز السفير لوي دوما، Your Excellency, it's a pleasure as usual to have you in one of our events. And this is something actually. Okay, that's English Arabic. That's good. It's a pleasure actually to have actually you here. Actually, in the last week, I'm be actually. Witness later on to see the profits and the benefits of this partnership in this country. Thank you for coming. أنا الحقيقة عشان ما نطولش على حضراتكم واخد وقت حضراتكم، أنا يعني شكري الجزيل للنادي الأهلي والشركة المتحدة للإعلام الرياضي وزملائي في جامعات الكندية ودكتور ميخائيل وكل الناس اللي موجودة، ده شكر واجب لازم أقوله. بس أنا بقى هرجع أقول إحنا هنا بنعمل إيه. إحنا حقيقة مش جايين نمضي ورقة، إحنا جايين نكمل الفيجن بتاعة الجامعات الكندية اللي بدأت من أكتر من 20 سنة، إن إحنا بنبني حاجة مختلفة
في أجيال الشعب المصري وعايزة مدها شوية في أجيال الشرق الأوسط وأفريقيا، إن إحنا نبني الجزء التعليمي اللي مرتبط بالعلم. بس النهاردة بنقول إن هو مش علم بس، ده الرياضة كمان مرتبطة بيه. لكن أنا عايز أقول لحضراتكم إن إحنا طول عمرنا بنقدر تماما إن إحنا الرياضي اللي بيخش الجامعة بياخد ميزة كبيرة جدا على العلم اللي بياخده. فبنيجي النهاردة بناء على اللي إحنا عملناه قبل كده بناخد البكورة اللي إحنا عملناه، بنوقع اتفاقية مع النادي الأهلي، وهو النادي القرن وهو النادي الأول. رضينا أم لم نرضى، هذه حقيقة. وإحنا بنقول إحنا لازم نكون على مستوى الحدث، وإحنا على مدى 20 سنة بنقدم نفس الحكاية. إحنا تعليمنا متميز، تعليمنا يستاهل إنه هو يكون موجود على منصة النادي الأهلي. وأنا بقول النهاردة من خلال الجامعات الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة إن إحنا اللي بنقدمه للنادي الأهلي من أول إن إحنا بندي سكولرشيب لكل الطلاب اللي هم المتفوقين رياضيا طبقا لشروط القبول اللي في الجامعات الكندية اللي إحنا بنصادفها في العاصمة الإدارية الجديدة. وبالمناسبة إحنا العاصمة الإدارية الجديدة بدأت وإحنا بدينا قبل العاصمة الإدارية الجديدة. إحنا أول فرع الجامعة أو أول منشأة بدأت مش تعليمية بس، أول منشأة اشتغلت في العاصمة الإدارية الجديدة. وده احنا لينا الشرف ان احنا اللي بدينا بهذا المنشأ في 2018. ويمكن حضراتكم اللي قاعدين ما يتخيلوش ان العاصمة الإدارية الجديدة من 2017 كان فيه موظفين بيروحوا وبيجوا، و2018 في طلاب بتروح وتيجي. ومتخيلين ان في 2022 في اول دفعة تخرجت من العاصمة الإدارية الجديدة من الجامعة، وفي 23 من شهرين اتخرجت الدفعة الثانية. فاحنا اصبحنا حقيقة اللي بتمثل العاصمة الإدارية الجديدة، واصبحنا حقيقة برضك ان احنا بنقول ان احنا اول ناس معتمدين على مستوى الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة. وطبعا الكلام ده ينطبق على كل المؤسسات التعليمية اللي هي بتدي اعتماد جوه مصر. فأنا عايز أقول إن إحنا بنواكب إن النادي الأهلي هو الأول، فإحنا برضك الأول في كل حاجة بنعملها، بشرف إن إحنا نخش مع النادي الأهلي في الشراكة عشان نخدم على نمبر ون أعضائه. النهاردة كابتن محمود مشكورا ذكر قدامكم وذكر لنا قبل ما نخش ان هو جمهور الاهلي فين في المعادلة دي. واحنا وعدناه ان احنا هندرس الموضوع بحيث يبقى حتى الجمهور العريض للنادي الاهلي هيستفاد من الشراكة دي ايا كان الشراكة شكلها ايه. لازم ندرس الكلام ده جوه مجلس الامنة ونطلع بتصور ان احنا نفيد كل انسان بينتمي للنادي الاهلي اذا كان عضوا او مشجعا او لاعبا يكون موجود. احنا من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها ان احنا بندي منح خاصة لأعضاء النادي الاهلي والفرق الرياضية بتاعته. من ضمن الحاجات اللي بندي لأعضاء النادي الاهلي خصم خاص لأعضاء النادي الاهلي. احنا في حاجات تانية ممتدة ان احنا ممكن بنستضيف فرق النادي في ملاعبنا، بنستضيف الاكشي كل الانشطة من خلال الاستوديوهات وكل الانفراستراكشر الموجودة في العاصمة. ومش هقول لحضراتكم لازم تشوفوها اللي موجود في العاصمة الإدارية الجديدة، فخر لكل حد موجود عشان يشوف اللي موجود في العاصمة المستوى اللي موجود. مش هقول زي لا، هو أحسن من نظيره اللي في الجامعات اللي احنا بنستضيفها. احنا تاني لآخر مرة احنا فخورين بوجودنا في النادي الأهلي وبالشراكة مع النادي الأهلي، ونتمنى إن شاء الله إن السنتين اللي فيهم العقد يمتدوا إلى مدى العمر، يكون في خدمة النادي الأهلي وأعضائه وجمهوره وفي خدمة مصر كلها إن شاء الله. إننا نطلع طالب رياضيا فت ومعاه إعلاميا فت إن شاء الله. وأشكركم جدا جدا. شكرا جزيلا استاذ دكتور مجدي القاضي رئيس مجلس امناء الجامعات الكنديه على هذه الكلمه الضافيه.
لسنا بحاجة للتأكيد على إنه العلم يبني بيوتا بلا عمدي والجهل يهدم بيت العز والشرف. وهذا هو نهج النادي الأهلي الحقيقة، فكرة إعداد أبناء وتقديم كل الخدمات الممكنة لهم لتتناغم هذه المسيرة مع مسيرة الدولة المصرية الساعية إلى أن التعليم والصحة تكون أساس بناء الإنسان خلال العقود القادمة. فالشكر جزيل وموصول الحقيقة لكل جهد يبذل من كل مؤسسة، خاصة إذا كان النادي الأهلي صاحب الشعبية الكبيرة في مصر. دولة كندا كما يعلم الجميع وكما تفضل كابتن محمود الخطيب هي دولة صديقة ترتبط بعلاقات متميزة مع مصر، وهي واحدة من الدول التي تتصدر دول العالم في جودة الحياة واستقطاب العقول البشرية المتميزة وتوفير الحياة الكريمة القائمة على المساواة وتعظيم القيم الإنسانية. كندا ستشهد في 2026 حدثا رياضيا هو الأهم والأبرز في المعمورة، كأس العالم لكرة القدم. سعادة السفير لوي دوما سفير كندا بالقاهرة. Merci beaucoup. Bonjour. I was quite proud because you know Captain Al-Khatib commented on my the color of my tie. So thank you very much. So Captain Mahmoud Al-Khatib, لون النادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب، President of Al Ahly Club، رئيس النادي الأهلي، President of Universities of Canada in Egypt، السيد رئيس الجامعات الكندية في مصر، Chairman of the Board of UC، Dr. Al-Qadi، السيد رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية، الأستاذ الدكتور القاضي، Distinguished and dear friends، bonjour، السادة الحضور الكرام، صباح الخير. I am very happy to witness today's ceremony marking the beginning of the collaboration between Universities of Canada and Al Ahly Club. يسعدني أن أشهد اليوم بباكورة تعاون النادي الأهلي مع جامعة كندا في مصر. This partnership will add to the success stories of the Canadian investment in the fields of higher education in Egypt. وسوف يسهم ذلك في زيادة سهم الجامعات الكندية في مجال التعليم في مصر. As well, it will enrich the Canadian-Egyptian relations at the social and sports level. سكمنها ستثري العلاقات الكندية المصرية على المستويات الرياضية والتعليمية وغيرها في مصر. As Captain Al-Khatib mentioned, sports is an integral part of society. وكما ذكر الكابتن الخطيب فإن الرياضة جزء لا يتجزأ من الحياة في مصر. It promotes citizens' participation and engagement. فهي تعزز مشاركة المواطنين. Encourage vibrant communities. وكذلك تشجع كل الجماعات. And is a tool for social cohesion. كما إنها أداة من أدوات التماسك الاجتماعي. Sports stimulates pride. فالرياضة تحفز الإنسان على الفخر والزهو. And promotes our identities and values at home and abroad. كما إنها تعزز هويتنا في الداخل والخارج. Canada is a leading sports nation. إن كندا دولة من الدول الرائدة في مجال الرياضة. I am sure that many of you think of ice hockey as the only sport played in Canada. أعلم أنكم تظنون أن لعبة الهوكي على الجليد هي الرياضة الوحيدة التي يلعبها الكنديون. However, we are home to many sports influenced by our four seasons. لكننا في الواقع نلعب كل الرياضات التي تسمح بها الفصول الأربعة. Our geography. فجغرافيتنا and our social diversity. وكذلك تنوعنا الاجتماعي. For example, lacrosse, our national summer sport, has been played by indigenous people for close to 1,000 years in Canada. فإن هناك رياضة اسمها لاكروس وهي لعبة كان يلعبها سكان كندا الأصليين قبل آلاف السنين. Ice hockey, our national winter sport, was invented in Canada in the 1800s. وقد بدأت أيضا الآيس هوكي في كندا في القرن التاسع عشر. And basketball was invented by a Canadian. كما أن لعبة السلة لعبة اخترعها كندي. Dr. James Naismith in 1891. هو الدكتور نيسميث في 1891. Invented basketball to condition young athletes during the winter. وذلك وقد اخترع لعبة السلة لتلعب في الشتاء. And you'll be happy, Captain Al-Khatib,
that to learn that soccer is today the most popular sport among children in Canada. وستسعد يا كابتن الخطيب أن تعلم أن لعبة كرة القدم هي الأكثر شعبية بين أطفال كندا. And our women's national team, the current Olympic champions. وفريقنا النسائي في كرة القدم في الأولمبياد الجارية حاليا. Is currently playing at the World Cup. تلعب حاليا في الكأس العالم. And our men's national team was at the World Cup in Qatar. كما إن فريق كرة القدم للرجال كان في كأس العالم الماضية في قطر. In Canada, our sports systems allows Canadians from all segments of society to get involved in sports activities at all levels. نظامنا الرياضي في كندا يسمح لجميع الطوائف والفئات من الشعب أن تشارك في جميع الرياضات. From childhood to adulthood, sport is a part of a healthy, active lifestyle. فمن الطفولة إلى البلوغ تعد الرياضة جزءا من الحياة الصحية للمواطن. And as Captain Al-Khatib, you know, mentioned, education is central to this reality. وكما ذكر الكابتن الخطيب فإن التعليم مسألة جوهرية في هذا الواقع. I believe that blending education and sport plays a pivotal role in developing nations and building a healthy youth. أعتقد أن دمج التعليم مع الرياضة يسهم في بناء الإنسان وتطور المجتمع وتنميته. Today's event marks the beginning of a collaboration that will pave the way for the Egyptian youth to embrace Canada's quality education, values, and experience. إن فعالية اليوم ستكون هي بداية استفادة الشباب المصري من التعليم الكندي عالي الجودة. It will engage in all aspects of sports, from athletic to academic. وسوف يساهم أيضا في دمجهم في جميع أنواع الرياضات من المستويات الأولى إلى المستويات الاحترافية. I praise universities of Canada and Egypt for driving another initiative aimed at bringing the Canadian education know-how to a champion partner such as Al Ahly. وإنني لأثني على جهد الجامعات الكندية التي استطاعت أن تدخل الاستثمار التعليمي الكندي في كيان رياضي مثل النادي الأهلي. Canadian institutions such as Prince Edward Island University and Toronto Metropolitan University will be offering their curriculum and bachelor's degree in various aspects of sport. سوف تقدم الجامعتان الكنديتان اللتان تفتتحان فروعا لها في مصر وهي جامعة جزيرة الأمير إدوارد وميتروبوليتان تورونتو ستقدم فرصا لمنح درجة البكالوريوس في التعليم الرياضي في مصر. It includes sports media for the first time in Egypt, Africa, and the Middle East. وسوف تقدم شهادة أو بكالوريوس في الإعلام الرياضي لأول مرة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. And needless to say that this will be taught at the same quality as it is taught in Canada. ولا حاجة إلى القول بأن مستوى تعليم أو تقديم هذا الفرع من العلوم سيكون على نفس المستوى الذي يقدم به في كندا. In closing, I congratulate Al Ahly and its management for believing in the importance of education and for choosing Canadian universities in Egypt. وقبل أن أختتم كلماتي أود أن أتوجه بالشكر لإدارة النادي الأهلي لإيمانها بأهمية الرياضة إلى جانب التعليم في تنمية أفراد الشعب. I look forward to many more successes and the opportunity to come to your beautiful club again to meet with the first class of Al Ahly Canadian educated athletes. يسعدني أن أكون هنا اليوم وأتمنى أن أحضر مرة أخرى وفي المرة القادمة أكون على لقاء مع الرياضيين والخريجين المتميزين من الجامعات الكندية وهم أعضاء في النادي الأهلي. Thank you, merci, شكرا. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا سعادة السفير لوي دوما سفير كندا بالقاهرة على هذه الكلمة المعبرة التي تؤكد عمق العلاقات وكل أمنيات الطيبة لدولة كندا بالتوفيق في استضافة كأس العالم 2026 وأن تكون مصر إن شاء الله واحدة من الفرق الحاضرة في هذا المحفل العالمي الكبير. الآن نتحول إلى مراسم توقيع البروتوكول
إذ يمثل الجامعات الكندية في التوقيع الأستاذ الدكتور رامي سلام رئيس الجامعات الكندية في مصر، ويمثل النادي الأهلي الأستاذ الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي. أدعوهم للتفضل إلى المنصة، كما أدعو الكابتن محمود الخطيب لحضور هذا التوقيع واقفا مع سعادة السفير الويدوما والدكتور مجدي القاضي. وأيضا أشرف بدعوة السيد الأستاذ محمد يحيى لطفي رئيس المتحدة للتسويق الرياضي للمشاركة في هذا التوقيع. والحديث عن المتحدة هو حديث ذو شجون منذ أن أصبحت المسوق الحصري لحقوق النادي الأهلي الحقيقة، وهي لا تألو جهدا في تقديم كل ما يمكن لهذا الكيان العظيم. فالشكر جزيل موصول للمتحدة الكيان الكبير وكل شركاتها، ونخص المتحدة للتسويق الرياضي برئاسة الأستاذ محمد يحيى لطفي. صورة تذكارية. إنجاز آخر بنتمنى له كل التوفيق. إن شاء الله الأيام القادمة تحمل المزيد من العمل. كما تحدث الكابتن محمود الخطيب نهج الفرق الرياضية في النادي الأهلي، تنتهي البطولة نبحث عن بطولة أخرى، أيضا ينتهي العمل والإنجاز نبحث عن عمل وإنجاز آخر في النادي الأهلي. الآن سيقدم الكابتن محمود الخطيب بعض الهدايا التذكارية لضيوفنا الكرام، درع وعلم النادي الأهلي إلى سعادة السفير لوي دوما سفير كندا بالقاهرة، بالإضافة إلى قميص النادي الأهلي أيضا، تقديرا عن عمق العلاقات وعن يعني التقدير لهذه الزيارة. القميص بالطبع يحمل اسم سعادة السفير. ايضا درع وعلم النادي يقدمه الكابتن محمود الخطيب الى الاستاذ الدكتور مجد القاضي رئيس مجلس امناء الجامعات الكنديه في مصر، يعني تيمنا ان شاء الله بهذه الشراكه وبهذا التعاون الذي نرجوه ناجحا باذن الله. قميص النادي الاهلي ايضا. شكرا جزيلا. بدوره يقدم الأستاذ الدكتور مجدي القاضي درع أيضا الجامعات الكندية في مصر إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تقديرا لهذه الشراكة وهذا التعاون الذي يبدأ اليوم ويستمر لمدة عامين. الحقيقة أنه الجامعات الكندية في مصر أيضا والدكتور مجدي القاضي كان حريص على توجيه الشكر والتحية والتقدير إلى المتحدة للتسويق الرياضي، وبالتالي درع يقدمه الدكتور مجدي إلى شريكنا شريك النجاح الأستاذ محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة المتحدة للتسويق الرياضي، وهي المسوق الحصري لحقوق النادي الأهلي. ونحن أيضا نضم صوتنا إلى صوت الدكتور مجدي في هذه التحية والتقدير. بشكر حضراتكم جميعا. لدينا مجموعة من الأسئلة موجهة للنادي الأهلي، سيتولى الإجابة عنها الدكتور سعد شلبي، وبعض الأسئلة أيضا إلى الجانب الكندي ربما يجيب عنها الدكتور مجدي أو الدكتور رامي يعني كيفما يحبوا. فضل فندم الأستاذ محمود المخبزي من الأخبار بيسأل ما هي الفوائد التي تعود على الأهلي جراء تلك الشراكة. دكتور سعد ممكن مايك أو تتفضل مكاني وتجيب على هذا السؤال لو سمحت.
اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية حابب ان انا اهني الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي الموقر بهذه الشراكة الاستراتيجية، واللي هي بتعكس قيمة من قيم النادي الاهلي في الحقيقة، وهي قيم الارتباط الكامل بأهمية التعليم وتكامله مع الرياضة وانعكاس ذلك يعني في الحركة اللي بتقود التطور في الرياضة. واحنا النهاردة من احد اهم الاستفادات اللي بيستفادها النادي الاهلي هو عملية التطوير الاكاديمي اللي بتتم، والفرص الاكاديمية اللي بيقدمها النادي الاهلي من خلال الجامعة الكندية لابناء الاعضاء وايضا لاعبي النادي الاهلي لضمان تطوير قدراتهم في مجال التعليم في الحقيقة. وده واحد من اهم الاستفادات النهاردة اللي بتحدث الفارق في تاريخ النادي الاهلي طول عمره. فلما هنيجي نبص على النادي الاهلي تاريخيا هنلاقيه هو اول نادي اهتم بانشاء الاكاديميات لتطوير القدرات، هو ايضا عمل برامج مع اطراف اخرى لضمان عملية تطوير التدريب. الجزء المهم النهاردة هو الدور التاريخي للنادي الاهلي في التكامل مع الاهداف الاستراتيجية للدولة. فالجامعة الكندية تم دعوتها بدعوة كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء أول فرع للجامعات الأم داخل جمهورية مصر العربية لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية في تطوير التعليم. والنادي الأهلي النهاردة بيكمل هذه الشراكة الاستراتيجية لتحقيق هدف رئيسي من أهداف الدولة المصرية في تحسين فرص التعلم لأبنائنا من المصريين وأبناء أعضاء النادي الأهلي. شكراً. عندي سؤالين الحقيقة يحملوا نفس المعنى من زملائنا الأعزاء، الأستاذ علاء عزت من الأهرام والأستاذ محسن لملوم أيضا من الأهرام. أعتقد الدكتور رامي سلام يتفضل بالإجابة عليهم، لأنه السؤال عن الامتيازات المقدمة من الجامعات لأعضاء النادي الأهلي والمنتمين إليه. طيب، ردا على السؤال ده، احنا الاتفاقية اللي بيننا وبين النادي الأهلي عبارة عن شقين، شق مالي وده فلوس رعاية، وانا مش شايف ان ده الشق اللي الاهم دلوقتي. واللي اصر عليه النادي الاهلي كان الجزء الثاني، وهو الاستفاده اللي هيستفاد بيها اعضاء النادي الاهلي، وده اللي حصل فعلا، وده اللي متوثق معانا في الاتفاقيه اللي بنمضيها النهارده، في ان احنا بندي عدد من المنح الثابته للنادي الاهلي بيقدر يوزعها على الاعضاء بتوعه بشرط ان هم يجتازوا المتطلبات دخول الجامعه، ودي موجوده على مدار السنتين، زائد خصم لجميع اعضاء النادي، اي حد بكارنيه النادي الاهلي ليه ان هو ياخد خصم، والخصم ده يعني مش شرط ان انا اعلنه دلوقتي، وده موجود في الاتفاقيه، بس ده خصم كويس جدا لكل الاعضاء، بلس ان احنا بنساعد النادي الاهلي في كل احتياجاته للتدريب، في حاله ان هو لو محتاج يسافر كندا احنا بنساعده في جزء كبير من اللوجيستكس، وليس تكاليف ماليه، هي لوجستيه اكتر، واستخدام جميع الفاسيلتيز اللي موجوده في العاصمه الاداريه اللي بتوفرها الجامعات الكنديه لاستضافه اي حدث او اي احتياج للنادي الاهلي طول فتره العقد اللي بيننا وبينه. شكرا جزيلا دكتور رامي. سؤالنا الاخير للدكتور سعد من الاستاذ طارق نور من الاخبار، بيسال عن اهميه هذه الشراكه، وهل هذه الشراكات الكبرى يعني خارجيا تسهم في زياده شعبيه الاهلي في الخارج؟ يعني يمكن زي ما ذكر معالي السفير ان ايضا لعبة كرة القدم هي واحدة من اللعبات الشعبية للاطفال في كندا، وايضا كرة القدم النسائية هي اللعبة ايضا كندا متفوقة فيها. واعتقد ان اسم النادي الاهلي الكبير اللي منتشر في كل ربوع العالم، اعتقد ان احنا محتاجين ان كمان العلامة التجارية بتاعتنا توصل لكندا وتوصل بقوة لهذا القطاع الكبير للدولة المتقدمة. الجزء الثاني في الحقيقة يمكن النادي الاهلي هو النادي الرائد في مجال تكنولوجيا الاعلام تحديدا، واحنا البلاتفورمز بتاعتنا اللي موجودة في النادي الاهلي بتعكس بارقامها هذه الحقيقة الواقعية. نحن النهاردة تجاوزنا 36 مليون واحد على منصات الاهلي الاعلامية، ويمكن زي ما قال معالي الاستاذ دكتور رئيس الجامعة الفاضل ان احد اهم الحاجات اللي تمتلكها الجامعة الكندية هي معامل لتطوير الاعلام الرياضي بنفس المستوى اللي بيحصل، وده اللي هيخلق الاتصال الكوميونيكيشن الكويس مع جماهيرنا في كل ربوع الكرة الارضية. واعتقد دي واحدة من الاهداف الاستراتيجية لمجلس ادارتنا الموقر برئاسة كابتن محمود، حريصين على ان احنا نطورها، تكنولوجيا الاعلام الرقمي، لان ده مستقبل صناعة كرة القدم ومستقبل صناعة الرياضة. شكرا.
وأنا بدوري الحقيقة أتوجه بجزيل الشكر وغاية الامتنان والتقدير لحضراتكم جميعا على تشرفنا منصة الكريمة. السادة أعضاء مجلس الإدارة، نائب الرئيس وأمين الصندوق والأستاذ طارق أنديل والأستاذ محمد يحيى لطفي، زملائي في إدارة أعلام بالنادي الأهلي والإدارة التنفيذية والعلاقات العامة، دكتورة رانيا ودكتور ميخائيل والأستاذ أحمد عماد والأستاذ أحمد أبو النصر من المتحدة، الشكر جزيل وموصول لحضراتكم جميعا، وبدعوهم الحقيقة لصورة تذكارية لو تفضل كابتن محمود خطيب وسعادة السفير في هذه المناسبة. في الختام يتفضلوا فريق عمل الجامعة الكندية والمتحدة وزملائنا في النادي الأهلي. السادة أعضاء مجلس الإدارة تفضل لو كابتن.